مرة تانية انتصار أكتوبر ليه معاني هتفضل في حاضر المصريين، مش بس في تاريخ المصريين للأبد. أعتقد أنه كان انتصار يحمل الكثير من المعاني، وإحنا النهاردة ومبارح بنتكلم عن هذه المعاني. أنا ما أعرفش، ومتأكدة بالمناسبة أنا مش صدفة أنه مبارح يبقى واحد من المعاني ده بيتجسد تاني على الأرض، وإحنا ويكون مبارح احتفال التحالف المصري المقاولين العرب وشركة أسويدي إلكتريك بأنهم ينتهوا من صب آخر مكعب خرسانة في جسم السد الرئيسي لتنزانيا. من قبل ما نسألهم، وإحنا هنسألهم، فكرة أنه في تحالف مصري بيعمل عمل بهذه القوة وبهذا الحجم وبهذا التأثير، بيكمل الأعمال الإنشائية اللي استمرت على مدار، هم حاسبينها بالأيام، ما يقرب من سنتين، 687 يوم، ده عمل ليه معاني كتير. الحقيقة أنه الدكتور عاصم الجزار كمان وزير إسكان في التقرير بتاعه اتكلم واستعرض هذا التقرير أمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن اتكلم عن متابعة المشروع اللي بدأت تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واكتملت الأعمال الإنشائية للسد يوم 6 أكتوبر 2022. التحالف المصري بيبدأ في التجهيز حاليا لبدء احتجاز مياه نهر رفيجي خلف السد. مقرر أنه فكرة الملء لهذا السد هتستمر لمدة حوالي شهرين في ظل إجراءات هندسية شديدة الدقة لإغلاق نفق تحويل مجرى النهر، إذانا بالبدء في ملء البحيرة اللي هتكون خلف السد. تفاصيل العظيمة لهذا المشروع الضخم وضخامته، يعني الحقيقة أنه يعني أعتقد إحنا مقصرين ما كناش متابعين العظمة دي، لكن خلينا نبارك ونسأل في تفاصيل كتير. مهندس وائل حمدي نائب رئيس شركة أسويدي إلكتريك. مهندس وائل، ألف مبروك وكل سنة وأنتم طيبين كمان بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر. وحضرتك طيبة، ربنا يخليك. هي مش صدفة فعلا زي ما حضرتك ما ذكرتي، مش صدفة، مش كده؟ العظمة دي لازم تخلص يوم 6 أكتوبر، صح كده؟ طيب، بعضنا ممكن، أنا حاولت أقرأ على قد ما أقدر المعلومات اللي كانت متاحة لينا، بس بعضنا ممكن ما يفهمش حجم هذا المشروع في ظل إحنا بنقول مشروع خلص في سنتين، في سد بيخلص في سنتين، ده أول حاجة جت في بالي أنا، يعني إيه اللي حصل؟ احكي لنا، احكي لنا هندسياً يعني وتقنياً. المشروع يمكن الناس بتتكلم على السد لأن السد هو المكون الرئيسي في المشروع. إنما المشروع في الأصل السد هيحتجز وراه مية ويكون بحيرة صناعية. لو قسناه على السد العالي يبقى السد العالي وبحيرة ناصر مثلا. البحيرة دي مساحتها حوالي 158 كيلو متر مربع، دي مساحة مجموعة دول. البحيرة، ملء البحيرة هياخد فترة، يمكن عدة سنوات. عدة سنوات ده، ايوه. في الوقت ده هنكون احنا استكملنا بعض المكونات الاخرى في المشروع. المكون الرئيسي زي ما ذكرت هو السد، عشان كده التركيز فيه بالذات، ان لم يسبق لشركه مش بس مصريه، شركه من المنطقه دي كلها انها نفذت سد، وكمان من النوع ده من السدود، لان كمان طريقه تنفيذه والمكونات بتاعته ما هياش طريقة تقليدية. احنا استخدمنا نوع معين من الخرسانة، ده تكنيك حاليا او خامة بتستخدم في السدود مؤخرا، او في الفترة بدأت من حوالي 20 سنة بس. لو قارنا مثلا السد العالي في أسوان، هو سد ركامي، سد عبارة عن مجموعة صخور تترص جنب بعضها، انما ده سد خرساني بالكامل. هو ارتفاع السد 134 متر تقريبا، احنا عندنا السد العالي حوالي 111 متر بس. وده كون الاعمال الانشائيه للسد تتم في سنتين، ده اعجاز لوحده، يعني حاجه مش سهله خالص. يعني حضرتك بتقول مش سهله، احنا من حقنا نقول مننا في افريقيا قعدوا 8 سنين ونص يعملوا في سد مش اكبر منه كتير في الارتفاع، اكبر منه بحوالي 10 متر بس. واقدر اقول انه في رسائل كتير، لكن اسمح لي مهندس وائل خليك معانا، وعايزه كمان استقبل مهندس حسام الدين الريفي عضو مجلس اداره شركه المقاولين العرب، لانه المهندس وائل شاركنا بيقول ان احنا فعلا
محتاجين نفهم أكتر عن هذا المشروع، هذا الهدوء اللي حصل بيه المشروع وتاريخ الإعلان عنه. يخليني أسأل حضرتك عن القيمة الاستراتيجية للمشروع، الأهمية الاستراتيجية واللوجستية لمشروع هذا السد في تنزانيا. مهندس حسام أهلا بيك أولا. أهلا بيك يا فندم، إزي حضرتك؟ أهلا بيك. يعني لو قلت لحضرتك القيمة هي 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 حاجات كتيرة قوي بالنسبة لنا للمشروع ده. أولها طبعا إن إحنا بنقول للعالم كله إن المصريين قادرين الحقيقة إن كم الخبرات اللي إحنا أخدناها في مصر في الخمس ست سنين اللي فاتوا دولت خبرات عظيمة. أنا كمهندس بقالي 29 سنة، ال 25 سنة اللي فاتوا دولت كانوا الخمس سنين اللي فاتوا دولت كانوا فعلا مختلفين. فإحنا بنقول للعالم إن إحنا فعلا قادرين، وبنثبت ده كل يوم. لأن إحنا حضرتك عارفة مؤخرا آخر أسبوعين الشركات المصرية أخذت خمس جوائز عالمية من مجلة الإي إن آر، ودي مجلة من أقوى المجلات على مستوى العالم. فإحنا بنقول للعالم باستمرار إن إحنا قادرين، إن إحنا نقدر إن إحنا ننقل خبرات، وإن إحنا مجموعة إن إحنا نعمل كوميتي فيها شركائنا من السويدي وشركات عالمية أخرى من حيث التصميم والتنفيذ، وإن إحنا تمانج إن إحنا ندير المنظومة دي كلها ونطلع بالنتائج. ده هي دي رسالة مهندس حسام. يعني ما فيش شريك أجنبي، إحنا بنتكلم في شراكة مصرية مصرية لإنتاج مشروع بهذا الحجم. بالضبط، احنا معانا خبرات اجنبيه كتير، انما الاصل في الاداره والمشروع كله احنا وشركائنا من السويدي اللي بندير المشروع بالكامل. عاوز ارجع مهندس وائل واسال حضرتك عن ما ذكرت بخصوص امتداد هذا المشروع. حضرتك قلت هو ليس مجرد سد، لكن في تفاصيل اخرى على مدار السنوات القادمه، ممكن تشاركنا بايه؟ مظبوط يا فندم. هو المشروع علشان يتم، احنا عندنا نهر فيه كمية تصرفات مائية او مية بتمشي فيه بشكل منتظم سنويا. علشان نبني السد كان لازم نحول مجرى النهر. تحويل مجرى النهر ده اجراء اخد حوالي سنة، واتعمل فيه اعمال هندسية شملت نفق لاول مرة شركات مصرية بتنفذ النوع ده من الانفاق، وكان بتكنيك التفجيرات الموجهة، وده برضو تكنيك عادة في استخدامه في أنفاق مغلقة كان أول مرة شركات مصرية تنفذه. الحمد لله تم بنجاح. النفق ده نفق عملاق طبعا، لأنه بيحول مجرى النهر بالكامل. الحمد لله رئيس الوزراء التنزاني في آخر 2020 هو ووفد حكومي مصري بتكليف من سيادة الرئيس وسيادة رئيس الوزراء احتفلنا بتحويل مجرى النهر. بمجرد تحويل مجرى النهر بدأنا المرحلة الثانية اللي هي اللي استمرت سنتين، وهي بناء السد الرئيسي. بناء السد الرئيسي هيتتبعه ان احنا نعيد النهر لمساره الأصلي، ونقفل المسار البديل او نفق التحويل. وبمجرد ما يرجع النهر لمساره الاصلي نبدا نحتجز المياه خلف السد، وده الهدف الرئيسي من المشروع. لغايه اما توصل لمنسوب معين اللي هو منسوب التشغيل، نبدا نوجهها عن طريق انفاق حاليا احنا بنعملها، ثلاث انفاق عملاقه برضه بالتفكير. تمت انتهت الانفاق بالمناسبه بالكامل، احنا حاليا في مرحلة التشطيبات النهائية للأنفاق دي. مهندس حسام، هل نقدر نعتبره مشروع أمن يعني مائي أيضا لدول التي المستفيدة منه؟ بص حضرتك، هو المشروع ده سبيسيفيكلي هو بيخدم تنزانيا فقط لا غير، لأن هو اللي ما فيش النهر ده مش معدي غير في تنزانيا، والمصب بتاعه مش موجود غير في تنزانيا. انما هو 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 نقدر نقول ان احنا بننقل تنزانيا من 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 دوله ما فيش فيها غير 50% من السكان بيوصل لهم كهرباء، لدوله تموا نقدر نشبهه بحجم النقله اللي حصلت في مصر بعد السد العالي مثلا. بالظبط بالظبط بالظبط. هي على فكره هو تقريبا الموضوع كده، احنا فعلا نفس النقلة تقريبا. نفس النقلة، واختيار التاريخ اختيار موفق جدا لإعلان الانتهاء من هذا السد. مهندس حسام الدين الريفي عضو مجلس إدارة
شركة المقاولون العرب. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. وانس وائل الحمدي نائب رئيس شركة السويدي إلكتريك، بكرر شكري لكما واحتفال مستحق.